من دا جهر قومبي من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إلى قوله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم منهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير اقرأ من قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة إلى آخر السورة كلا بل تحبون العاجلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم.